تجي تقرا امر دعوه الناخبين يعطيك سند للدستور؟ لا. يقول لك بعد الاطلاع على الدستور، ايه انا نستنى في الفصل، اعطيني شنو الفصل اللي يخول لك انت كرئيس للجمهوريه باش اخترت 6 اكتوبر، اعطيني شنو السند نتاعك؟ ما عندوش، ما عنده حتى سند. وهذا الاخلال الجوهري الكبير، انه ما عنده حتى سند. واثنين، استولى على اختصاص المشرع. علاش استولى على اختصاص المشرع؟ لانه في الحقيقه كيف يجي دستور جديد، احنا دستور 2022 هكا ولا اي طبعا، السيد قيس سعيد منتخب على اساس دستور 2014 لمده 5 سنوات. كيف يجيك دستور جديد الوكاله تنتهي، خاطرك انت باش تجم تمارس الصلاحيات اللي عطاهم لك الدستور الجديد يلزمك تكون منتخب تبقى الشروط والاجراءات اللي جا بها الدستور الجديد، مش الدستور اللي انتهى. واضح ولا تتبع فيها ولا طب. دونك شي يلزم الدستور الجديد؟ يلزم يحط تاريخ الانتخابات الرئاسيه القادمه، ما حطش. دونك هذه الثغره الكبيره.